خلينا نقول لحضراتكم ان وسائل التواصل الاجتماعي كمان تفاعلت مع الانتخابات الرئاسيه، ولكن كل بطريقته. يعني دايما الفيسبوك وتويتر بتبقى حاله من التفاعل اللي ربما تشهد فكاهه في بعض الاحيان، انتقاد ولكن بلغه السخريه. تقرير زميله اسماء فرغلي هيرصد لحضراتكم تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي مع انتخابات الرئاسه. مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المصرية اشتعلت حملات المرشحين على أرض الواقع، واشتعلت أيضا ساحة أخرى للمعركة الانتخابية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث سعت الحملات إلى استغلال هذه المواقع لابتكار أساليب جديدة للدعاية. فانطلق عدد من الهاشتاجز، كان أهمها هاشتاج تحيا مصر وهاشتاج هنكمل حلمنا. الأول يتبناه مؤيد المشير عبد الفتاح السيسي، والثاني لمؤيدي حمدين صباحي. وتداول مؤيد السيسي هاشتاج يحث على النزول والمشاركة في الانتخابات، وهو هاشتاج انزل عاوزينها اكتساح مش بس نجاح. وعلى الجانب الآخر ظهرت بعض الدعوات لمقاطعة الانتخابات، بعضها كان مضمونه ليه تقاطع والسيسي ينجح لما ممكن تنتخب حمدين والسيسي ينجح برضو. كما انتشر مؤخرا هاشتاج يحمل عنوان قدم حلول كأنك السيسي، حيث تقمص البعض شخصية المشير لوضع حلول للمشكلات التي تعانيها البلاد، مستخدمين العبارات الساخرة من بعض القضايا التي تواجه الدولة حاليا. ومع بدء تصويت المصريين في الخارج ظهرت أغنية بشرة خير للمطرب حسين الجزمي كنوع من التحفيز للمصريين على المشاركة في الانتخابات، وهي الأغنية التي تخطى عدد مشاهديها 4 ملايين، وأثارت جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر عنه عدد من التعليقات والفيديوهات الكوميدية الساخرة. يا ابني رايح فين؟ نزل انتخاب يا بابا، بلدي محتاجين بس بعد الحتة دي. وتداول النشطاء كوميك ساخرا بعد ظهور نتائج تصويت المصريين في الخارج والتي اكتسحها المشير عبد الفتاح السيسي. على الرغم من روح الدعابة التي تخيم باستمرار على شبكات التواصل الاجتماعي، فإنه لا يمكن إخفال دورها في فرض الرقابة الشعبية والدولية على أداء المرشحين والعملية الانتخابية برمتها. أسماء فرغلي، قناة دريم. هذا أيضا تفاعل، ولكنه تفاعل من نوع خاص. بعد الفاصل هينضم إلينا مباشرة الأستاذ مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. هنفتح معاه ملف الانتخابات الرئاسية في اللحظات الأخيرة قبل الصمت الانتخابي بأقل من ساعتين. سنفتح هذا الملف لنصل إلى النقطة التي سيتم الانطلاق منها. هل نجح كلا المرشحين في عرض وجهات نظره بشكل كاف وفي مدة زمنية كافية؟ لأني لن أخفي عن حضراتكم سرا أن بعض المصادر في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قالت لي أن كان عندهم فكرة أن هم يمدوا الدعاية الانتخابية لمدة 4 أيام، لكن ما كانش فيه على ما يبدو ترحيب من كلا المرشحين بهذه المسألة. هنفتح هذا الملف مع حضراتكم.